وأنت في جولة بين دروب المدينة القديمة بمراكش، المشهد واحد والمعاناة واحدة، ولا أثر سوى لأتربة الدمار الذي حل بهذا الحي القديم. إحنا دارنا رابت، صبحنا قاعدين في الشارع وما عندنا ما نديرو هالشي، بغى الله الحمد لله. كنت حنا جانا داكشي على غفلة، كلشي خرجنا حنا طوال، خرجنا بلا حتى شي حاجه، فرشنا والحوايجنا، باقي حتى حاجه ما خرجنا، خرجنا على غفله، خرجنا هكا كاين عين الناس اللي عطاونا باش تسترنا. وهذه اسره تحاول اخراج ما تبقى من اثاث قد تحتاجه في محنتها. اما تجار اشهر سوق للعطارين فالمحلات تئن بغياب تجارها وزبنائها. باقي الهول ديال الصدمه، باقي الناس ما عارفين فين غادي يمشيو ولا فين يجلسوا، وراه الانسان دور دايره المجهود ديالها، ولكن الانسان راه الكمال لله، راه الانسان دابا مازال ما الاوضاع مازال ما مستقرش بالنسبه للمواطن اللي المتضرر. السلطات المحليه بدات في عمليه ايواء المتضررين وتنقيلهم الى فضاء امن وتوفير احتياجاتهم الاساسيه. تيجيو تيدوا الاسر هنا من حي الملاح، ماشي من حي الملاح، تقريبا من جميع احياء ديال المدينه القديمه. تيديهم الملعب ديال 20 غشت واقامات الحارتي، مجدين لهم واحد لي سون تما كبير، فيه الاكل، فيه الشروف، فيه المبيت، فيه كلشي ان شاء الله. وكاينين بعض العائلات اللي ما بغاوش يمشيو، هما تيساعدوا معاهم وتلساعدوا معاهم. هذا الفضاء الذي يضم أزيد من 300 شخص من الساكنة المتضررة، واحد إلى جانب فضاءات أخرى يتم تجهيزها لإيواء ساكنة المدينة القديمة وفتح أبواب مراكز الاستقبال ودور المسنين لإيواء الباقي. ومشهد الأسر هنا يعكس مدى الإطمئنان الذي ساد في نفوسهم بعد كثير من الألم والمعاناة. طاح ليا الحيط نتاع بيتي، وكنت انا وبنتي، ولكن ربي نجانا. ملي جينا وشتنا ناس اخرين، وشتنا دوك اللي ماتوا، وشتنا داكشي، قلنا حنا الحمد لله، والناس تعاونوا معنا بخير، كلينا شربنا جايبين لنا فراش، الحمد لله. الحمد لله فاش جينا هنا نسينا مع الناس، وشتنا داكشي، شتنا في التلفازه الناس اللي ميتين، الناس اللي في السبيطارات، كنقولوا حنا الحمد لله. واخا مشات لنا الدار داكشي، ملي ما وقعتنا شي حاجه نقولوا الحمد لله. ودوكا بعدا فرحنا وضحكنا كيما كان الحال، لقينا الما حدانا، ولقينا ماشي كنا تنباتوا في الزنقه وتنخافوا. مجهودات كبرى للسلطات المحلية لإيواء الساكنة المتضررة بعيدا عن التهديد الذي يشكله بقاؤهم في الشارع العام. ابتسامة الأسر هنا لا تعكس رضاهم عن واقعهم بقدر فرحتهم بنجاتهم من الموت المحقق. هنا يختلف المشهد قليلا بعيدا عن البكاء والمبيت في العراء. تم استقبال متضرري ساكنة المدينة القديمة وإعطائهم الأغذية والمبيت والمأكل والمشرب، إلى أن تتضح صورة ما بعد هذه الهزة الأرضية. كان معكم عصام العباري من مدينة مراكش، ميديان تيفي.